فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر كان في ماليزيا. والحقيقة يعني بس عشان برضو يستحضركم قيمة وقامة ومقام الأزهر وفضيلة الإمام. الأزهر هو واحد من أهم مصادر القوة الناعمة. حلوة مصادر دي، مصادر القوة الناعمة لبلدنا. الإسلام الوسطي القضايا اللي أي حد عنده مشكلة في الحياة في الدنيا والدين بيسأل عنها الأزهر ويقول الأزهر ويتعامل مع الأزهر وإدارة الفتوى في الأزهر وفضيلة المفتي والمؤسسات الدينية اللي عندنا الاحترام والتقدير اللي احنا بنشوفه بره لهذه القامات يعني مطلوب ان احنا نعرفه. حفظ الله الأزهر وشيخي وكل المسؤولين في الأزهر وكل المراعين لقيمة الأزهر وكل الحريصين على أهمية الأزهر. فالحقيقة أبدأ قدامكم سورة فضيلة الإمام الأكبر وهو بيزور في جولة آسيوية. ربنا يبارك في الأزهر وشيخه والقائمين عليه برسالتهم الوسطية المحترمة القديرة اللي لها كل الاحترام والتقدير عند جموع المسلمين في العالم كله.